الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات وما فيهن ورب الأراضين وما فيهن وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه ومصطفاه البشير النذير والسراج المنير والرحمة المهداة لم يهدأ له بال حتى أدى الأمانة وبلغ الرسالة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فيا ربنا صلِّ وسلِّم وبارك وأنعم وأكرم عليه وعلى آله وأصحابه وحزبه والداعين بدعوته إلى يوم الدين. اللهم في هذا اليوم المبارك نسألك أن تفرج هم المهمومين وأن تكشف كرب المكروبين وأن تغير حالنا وحال المسلمين إلى أحسن حال يا رب العالمين. اللهم يا ربنا كما نجيت موسى من فرعون فارفع عنا ما نحن فيه من بلاء. اللهم ارفع الهم والغم والكرب العظيم عن المسلمين. اللهم فرج الهم والغم والكرب العظيم عن المستضعفين. آمين آمين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم وفقنا أن نكون من عبادك المتقين. أيها الأحبة في الله، لقد كان الحديث في الجمعة الماضية عن درسين عظيمين من هجرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أما الدرس الأول فهو الثقة بالله تبارك وتعالى والتوكل على الله واليقين بالله تبارك وتعالى. وما أحوجنا أيها الأحبة أن نربي أنفسنا وجوارحنا على الثقة بالله تبارك وتعالى في زمن فقدت الثقة إلا من الله عز وجل. وأما الدرس الثاني فالأمل بما عند الله عز وجل، وأن الله وعد عباده المؤمنين وأن الله لا يخلف وعده، أنه سيعزهم ويرفع مكانتهم وسينصرهم، ولكن إن تحققت فيهم الشروط فإن الباطل مهما على زبده فإنه زائل، وإن الحق منصور بإذن الله تبارك وتعالى ولو بعد حين. ونتحدث اليوم أيها الأفاضل مع بداية سنة جديدة وشهر جديد، شهر الله محرم، وما فيه من أحداث عظام. سمي هذا الشهر بشهر الله محرم، سماه النبي عليه الصلاة والسلام بشهر الله تعظيما لهذا الشهر الكريم، وأن الصيام في هذا الشهر الكريم أفضل الصيام بعد شهر رمضان المبارك، وأن في هذا الشهر الكريم اليوم العاشر وما يعرف بعاشوراء صيام يومه يسأل الله تبارك وتعالى أن يكفر به سنة ماضية من الوزر. يوم عاشوراء، وكلنا يعرف لماذا النبي عليه الصلاة والسلام صام هذا اليوم. لما رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو إسرائيل يصومونه فسألهم عن سبب صيامه، فقالوا هذا اليوم يوم صالح، يوم صالح نجى الله عز وجل فيه موسى من فرعون، فحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم هذا اليوم تعظيما لله تبارك وتعالى وشكرا لله تبارك وتعالى أنه نجى موسى من فرعون، وقال نحن أحق بموسى عليه السلام.
ربط بين الأنبياء، فرح بهلاك الظالم أيا كان هذا الظالم وأيا كان المظلوم، فرح وشكر لله عز وجل على نصره لعباده المؤمنين، وكان هذا الشكر بتقديم طاعة لله عز وجل ألا وهي الصيام. لذلك الصحابة الكرام صاموا هذا اليوم، وأمروا أبناءهم وبناتهم ونساءهم أن يصوموا هذا اليوم، وما زال المؤمنون يصومون هذا اليوم إلى هذا الزمان إلى أن يشاء الله تعالى، اقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقديم الطاعة بين يدي الله عز وجل. وأنه إذا أراد المرء أن يشكر الله عز وجل فيشكره بالعطاء، أو يشكره بالصيام، أو يشكره بالثناء، أو يشكره بكثرة الاستغفار والبعد عما نهى الله تبارك وتعالى. شكر الله تعالى بالصيام، وكلنا يعرف فضل الصيام وعلو منزلة الصوم عند الله عز وجل. من صام يوما في سبيل الله، يوم واحد، باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا، إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به. ونرى نحن أيها الأحبة كيف أن عبادة الصوم تتجدد، الاثنين والخميس، 3 أيام البيض من كل شهر، ثم بعد ذلك نجد أيام ذي الحجة، ثم نجد بعد ذلك عاشوراء. لأهمية الصيام وفضله أيها الأحبة، ولأهمية شكر الله تبارك وتعالى الذي عز عباده المؤمنين. إن هذا اليوم أيها الأحبة يمر حدثا تاريخيا مهما كل عام يريد منه صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسوله، ألا يمر هذا اليوم دون أن نتذكر عظمة الله وقوة الله في إهلاك الظالمين، وأن نسترجع أنفسنا مع الله عز وجل لننال هذه المنزلة. فإن هلاك الظالم ليس من الضروري أن تكون بالنصر، ولكن بإهلاك الله للظالم حينما يستضعف العباد وليس لهم ملجأ إلا الله عز وجل، عند ذلك نرى قوة الله وعظمة الله عز وجل لعباده المؤمنين. نرى من خلال هذا اليوم أيها الأحبة، ونحن في ظروف صعبة وصل الحال إلى ما وصل إليه، بلغ السيل السبى والحناجر، والقلوب بلغت الحناجر لما نرى من الظلم الذي ينزل بهذه الأمة، فما أحوجنا إلى أن نصوم تقربا إلى الله ليرفع الله ما بنا من غم، أن الله على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو القادر المقتدر سبحانه وتعالى، وهو الذي وعد سبحانه وتعالى أنه سينصر المظلوم، فقال سبحانه في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لدعوة المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين. ولقد نصر الله عز وجل عباده المؤمنين، فما أحوجنا أيها الأحبة إلى التقرب إلى الله تبارك وتعالى والتزام سمة الشكر. الشكر هذه العبادة، الله تعالى قال: وقليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور. فلذلك نحن مأمورون أن نكون مع هؤلاء القليل، لما في هذه العبادة، عبادة الشكر، من نعمة الله عز وجل أنه وسنجزي الشاكرين، يعطيهم الله من فضله ويرفع منزلتهم ويكرمهم ويعزهم وينصرهم ويرفع عنهم البلاء ويبعد عنهم النقم. شكر الله على دفع النقم: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. يرفع الله عز وجل النقم. ماذا يفعل الله بعذاب العباد إن شكروا لله عز وجل؟ إنهم شكروا وتقربوا إلى الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو الكريم الذي يرفع عن عباده النقم. ويتحقق الشكر بمعرفة المنعم أيها الأحبة. وما بكم من نعمة فمن الله، ونحن نسبح صباح مساء بالنعم،
وإن من أعظم النعم نعمة الأمن، الأمن من الخوف لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فنعمة الأمن من أعظم النعم نحتاج أن نشكر الله تعالى صباح مساء عليها. انظروا من حولكم كيف تكركبت الدنيا وتغيرت حالها على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. مدن تغيرت ديموغرافيتها، يهرب الناس من الموت من أماكن متعددة من مشرق الأرض ومغربها. فنعمة الأمن، يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا على رسول الله، من كان آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فيا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على نعمة الأمن والأمان والعافية والعطاء والدين. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أيها الأحبة، إن مما يتحقق به الشكر الثناء على المنعم. وأما بنعمة ربك فحدث، حدث بنعمة الله عز وجل بالعطاء، حدث بنعمة الله عز وجل برفع الظلم إن استطعت، حدث بنعمة الله عز وجل بكل ما تيسر لك في نصرة المظلوم. ولا تصفق للظالم ولا تدعو له، فإنه سيمسك النار. الله عز وجل قد حذر من القرب من الظالمين بأنه من يتقرب إليهم فإنه ستمسه النار. ونعوذ بالله وإياكم من سوء المنقلب. فمن ثمرات الشكر وسنجزي الشاكرين ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم ولئن شكرتم لأزيدنكم. إن شكرت الله تعالى فأنت تشكر من؟ تشكر الملك الذي بيده خزائن السماوات والأرض. فأنت إن شكرت زادك الله من فضله، أنت إن شكرت أكرمك الله من فضله، أنت إن شكرت رحمك الله بفضله، أنت إن شكرت عزك الله بفضله. أما من يكفر فإن جهنم والعياذ بالله قريب من هؤلاء، وأنا أعوذ بالله أن نكون منهم. أيها الأحبة الأكارم، لقد صام النبي عليه الصلاة والسلام هذا اليوم تقربا إلى الله عز وجل وفرحا بنصرة المظلوم. سيدنا موسى عليه السلام، هنا ربط بين الأنبياء، أنا أحق بموسى، فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، نحن أحق بإخواننا، نحن أحق أن ننصر إخواننا، أن ندعو لهم، أن لا ننام من أعيننا إلا ونحن نسأل الله أن يعينهم. جمع بين المحبة، لذلك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وما أصاب إخواننا إلا لضعف منا، إلا لما تشردنا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لما تفرقت الأمة قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، أحب الناس إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشبه الناس بسيدنا رسول الله، أشجع الناس وأتقى الناس وأصلح الناس وأكثرهم تمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم قتل سيدنا الحسين وقتل أهله ومن معه، لأنه رفض أن يبايع يزيد. وقام أهل الكوفة ونصروه وظلموه بذلك وساهموا في قتله، مع أن الصحابة الكرام قالوا له: لا تذهب، فهؤلاء قلوبهم معك وسيوفهم عليك. ولا نحن نرى اليوم ما يحل بالكوفة باسم الحسين وباسم يزيد، وما يحل بالشام باسم الحسين وباسم يزيد. إن هذه الأمة لن تخرج مما فيه حتى ترجع إلى الله عز وجل وتتخلى عن كل العقليات والخرافيات والسلبيات والعرقيات الجاهلية التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها. بسم
باسم الحسين رضي الله عنه وارضاه يظلم الناس اليوم، وباسم يزيد يظلم الناس اليوم. مصيبتنا ذمت بهذه الأمة منذ أكثر من 1300 عام، ونحن نتجرع مرارتها إلى اليوم، ونحن إذ نعيد هذه الذكريات لما نرى عبر الإعلام من سب للصحابة الكرام ولأمها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، مع العلم أن شيعة الحسين وشيعة علي ليسوا على هذا المنهج، ومن وافق معاوية رضي الله عنه وأرضاه ومن كان مع الصحابة الكرام ليسوا على هذا المنهج. فربنا واحد تبارك وتعالى، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا واحد، وقرآننا واحد. فالأمة ينبغي أن تتلاحم وأن تتناصر وأن ترجع إلى الله تبارك وتعالى حتى نخرج مما نحن فيه من الظلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. استغفروا. الحمد لله وكفى، وصلى الله على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن وفى. أما بعد، أيها الأحبة، هذه الأيام المباركات أيام شهر محرم، محرم من الأشهر الحرم، أي يحرم فيه القتال، تعدي على الحرمات، هذا كان قبل الإسلام، وبقي على هذا المنوال أربع من الأشهر الحرم، وأفضل الأشهر بعد رمضان شهر الله محرم، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر محرم. فمن استطاع أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى شكرا لله على فضله وعلى إنعامه وعلى إكرامه، وأن يتبرأ من ذنوبه، أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يلتزم أوامر الله عز وجل. وإن أعظم ما يقدمه العبد بين يدي الله عز وجل عمل صالح يبيض وجهه يوم لقاء. فيا ربنا ارفع الهم عن المسلمين، ويا ربنا فرج الهم عن المسلمين، يا ربنا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ارحمنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ ربنا بك من سخطك والنار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اهدنا واهدي بنا، واجعلنا ربنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم احفظ ابناءنا وبناتنا، واستر اللهم على عوراتنا، استرنا ربنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه. اللهم لا تفضحنا بين عبادك، اللهم خذ بايدينا لما تحب وترضى، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اصلحنا واصلح بنا، واهدنا واهدي بنا، انك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وداوي جرحانا، وارحم موتانا، وتقبل شهداءنا، وفك اسرانا، وحرر بلادنا، وغير اللهم حالنا الى احسن حال، غير حالنا الى احسن حال، غير حالنا والمسلمين الى احسن حال. امين امين عباد الله. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.